متابعة لهذا الموضوع ينضم إلي مباشرة من بغداد مراسلنا بدر الركابي. مرحبا بك يا بدر، هل ثمة إجراءات أمنية مجددة بعد إغلاق جسر الجمهورية وشارع كرادة مريم احتياطا لخروج التظاهرات؟ نعم زميلي أحمد، نحن نتواجد الآن في منطقة العلاوي حيث المحطة الأولى للتظاهرة التي ستنطلق اليوم فيما يتعلق باللجنة المركزية للاحتجاجات والتي تخرج اليوم بخصوص قانون التعديل الثالث في قانون انتخابات مجالس المحافظات. كانت هناك أحمد تظاهرات صباحا لمختلف الشرائح في مختلف مناطق العاصمة بغداد، وبالتالي كثافة هذه الأعداد جعلت القوات الأمنية تتخذ بعض الإجراءات الاحترازية والتي أيضا شملت قطع جسر الجمهورية ومن ثم أيضا كرادة مريم، ولكن الآن أتحدث معك ووصلني هذا العجل بعودة فتح جسر الجمهورية بعد يعني تحرك المتظاهرين من المكان الذي يتواجدون فيه. أما فيما يتعلق بالتظاهرة التي تتواجد فيها الآن والخاصة باللجنة المركزية فيما يتعلق بقانون انتخابات مجالس المحافظات، فالمحطة الأولى هي هنا في منطقة العلاوي، من ثم تبدأ مسيرة ويتجهون فيها إلى التقاطع القريب من فندق الرشيد ومبنى البرلمان، بالتالي ستكون التظاهرة أمام مبنى البرلمان. الغاية منها هو رفض التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات. من يتواجد هنا من القوى الناشئة وكذلك ومن الحركات الجماهيرية والشعبية والتشرينية متواجدة وحاضرة ومستمرة بعملية التوافد من مختلف المحافظات. يعني اللجنة المركزية تحدثوا لي بأنه ثمان محافظات مشاركة اليوم في هذه التظاهرة، ونستمر يعني مستمرة بعملية وصولها هنا إلى منطقة العلاوي، من ثم البدء بعملية مسيرها إلى التقاطع الخاص أمام مبنى البرلمان. دعني أستثمر الوقت أكثر وأتحدث مع ضيفي دكتور حامد، أحد أعضاء اللجنة المركزية الخاصة بهذه التظاهرة. السلام عليكم أستاذ حامد، ضيفا عزيزا، أهلا بك على شاشة التغيير ونشرة المنتصف. حدثني إذا أمكن عن تظاهرتكم اليوم، أعداد المحافظات والمتظاهرين اللي وصلوا لحد الآن من المحافظات اللي راح تلتحق أيضا، وتفاصيل هذه التظاهرة. حياك الله حبيبي وأهلا وسهلا بك. مظاهرتنا اليوم هي ضد قانون ساعة اللي يقول إطاري، القانون الذي تريد انه قوى الاطار فرضه رغم ان اراده المرجعيه واراده صوت الشعب. اليوم حضرت ما يقارب 10 الى 11 محافظه من عموم، ذكرت قبل قليل 8 محافظات. بالضبط بالضبط، التحقت محافظات جديده ويانا. هذا القانون بصراحه بعده جوانب للفساد والعادة تزوير وعادة تدوير نفايات الأحزاب عذرا للمفردة. كيف؟ وضحونا وجهة نظركم بخصوص هذا القانون. وجهة نظرنا أنه هذا القانون لا ممكن أن يمر بهذه الصيغة، أما أن يتم تعديله أو يبقى على القانون الذي أقر أخيرا. يعني أنتم رافضين للدائرة الواحدة وتريدون يعني عودة إلى الدوائر المتعددة؟ في الوقت الحالي رفضا قاطعا للدائرة الواحدة والبقاء على القانون 2020. لماذا الرفض لدار الواحد؟ لأنه بالصيغة القانون بالصيغة الحالية لهذا القانون بإعادة تصويت الخارج، وهذا أحد أبواب الفساد. عادة العد اليدوي وهذا أحد أبواب التزوير. نسبة القانون 1.9 واللي هي بأصل القانون ما موجودة، فقط بقانون الإطار المستحدث. كذلك أنه حجب حرية الناخب بإعطاء صوته للشخص اللي يستحق، أنه راح تكون قائمة مفتوحة وفقط تجميع أصوات داخل القائمة. لذلك شو وقت راح تتحركون من العلاوي وتتجهون لتقاطع مقابل البرلمان؟ فقط ننتظر حضور محافظتين قريبين علينا مساء وقت نص ساعة، وإن شاء الله ملتحقين بوابة البرلمان. طيب، راح يتحول هو اعتصام لو فقط تظاهرة وإيصال موقف؟ راح يكون عندكم بيان ختامي، حدث عن التفاصيل. لحد اللحظة مظاهرة وبيان، لكن يعتمد على استجابة المطالب. شكرا جزيلا. الله يحفظك. نعم أحمد، كما استمعت لهذه التفاصيل، من يتواجد هنا وأيضا من سيلتحق إلى منطقة العلاوي سيتجهون إلى التقاطع المقابل لمبنى البرلمان من أجل أيضا الاستمرار هناك إلى ساعات، ومن ثم البدء بإعلان البيان الختامي لهذه التظاهرة. الجميع هنا مشترك من مختلف
كما ذكرت لك الحركات والقوى الناشئة والحركات الشعبية، ومتفقون على ضرورة أن يكون هناك موقف رافض لقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات. هم يعتقدون بأنه يكرس المحاصصة وبالتالي يضعف من إمكانية صعود القوى الناشئة وكذلك الأفراد بعد تحويل يعني النظام الانتخابي إلى دائرة واحدة، وخصوصا كما يعني ونفي ما كان سابقا بالدوائر المتعددة التي كانت تعطي مساحة ومرونة أكثر للمرشحين بالفوز بعيدا عن الدخول مع التيارات والكتل الكبيرة. طيب، الأعداد المتوقع حضورها يا بدر خلال هذه التظاهرة بحسب مشاهداتك، هل متوقع أيضا أن ترفع مطالب أخرى غير مطلب رفض التعديل على قانون الانتخابات؟ يعني إن تحدثنا بداية عن الأعداد فنتحدث في هذه الدقائق هي بدء وصول المحافظات، يعني عدد من المحافظات وصلت، بالتالي بانتظار وصول بقية المحافظات. قبل قليل ذكروا لي بأنها 8 محافظات، قد يزيد هذا الرقم أكثر بدخول محافظتين أيضا، وننتظر بهذه الدقائق اكتمال الأعداد. أما فيما يتعلق بالمطالب، المطالب هي تقتصر على الخروج بتظاهرة حاشدة بطبية ورافضة وغاضبة تجاه قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، وضرورة أن تكون هناك أيضا تعديلات تنسجم مع مطالب الناس، مع مطالب الشارع، مع مطالب هذه القوى الرافضة. والجميع هنا متفق على استمرار ذات الموقف وذات الثبات فيما يتعلق بالحراك الشعبي الجماهيري، وضرورة مواصلة هذه التظاهرات من أجل إثبات ذات الموقف والضغط على القوى السياسية لا سيما الكبيرة من أجل الرضوخ لمطالب الشارع العراقي وكذلك مطالب هذه القوى المحتجة. من بغداد متابعي مراسلنا بدر الركابي، شكرا جزيلا لك.